مساء الخير. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ما شاء الله، ده انت نضفت اهو. عقبالك. عايز ايه؟ وحشتني. ان شاء الله تشوف وحش. ماني شوفتك اهو. الزيارة دي بمناسبة ايه؟ بمناسبة عيد شم النسيم. سمعت انك بتبيع بيض، عايز 100 بيضة مشيشة وملونة. ايه؟ اول لما يفك الحمس يدرك. صحيح انت بتبيعش بيض، بتبيع اليومين دول، عايز انفعك. عايز ايه بالظبط؟ ما تزرزرش يا لطفي بيه، ما تزرزرش، اضحك اضحك. اني الحقيقة لطفي بيه ربنا كرمني بقرشين كده. والمطلوب مني؟ ابدا. تاخدني جنبك يا لطفي بيه، تاخدني جنبك يا تاجر يا شاطر. عايز اتعلم اصول التجارة على نظافة، حلاقي انضف منك فين يا لطفي بيه؟ ده انت نضيف وجميل ولميع. خدني جنبك لطفي بيه وعلمني بقى اصول التجارة. انا تعبت خلاص وزهقت من الساكسونيا ونفتالين البيليا وفليات عظم على كريستال وشغل التوبيسات دي. مشروع يعني؟ ايوه. انت تشتغل معايا؟ انت فاكرني خير دواتي؟ اقل مشروع تخش فيه معايا مش اقل من 1,000,000 جنيه. مليون؟ اعطس من بوقك يا لطفي بيه. لا مش للدرجه دي. المليون قال اني لو كنت عملت 1,000,000 جنيه ده كان يجي لي هلع واحلى اقرع وامشي في الشوارع حافي واقول يا فرقله يا فرقله بقيت مليونيلا. خلاص يبقى مالكش شغل عندي. مش عايز ترضى عني ليه يا لطفي بيه؟ مش عايز ترضى عني ليه؟ كده كده ما تروق، كده كده حبيتك. كده كده هو برضه. أنا عارف أنت زعلان مني ليه؟ عشان سرقتك يا بيه. سرقت ال 15,000 جنيه منك يا كبد أمك وتشحتيفتي وشحتيفتك. معلش يا بيه سامحني. أنا كمان ضميري بقلل وورم وبقى يعذبني ويأنبني. وقبل ما أنام كنت بعض في شعري وأقول أنا سرقتك يا لطيفة، سرقتك يا لطيفة. احترم نفسك لسجنك. ليه الزرزرة دي يا لطفي بيه؟ أنت هتفضل طول عمرك زرزور كده؟ بلاش زرزري. أنا جاي لك عشان كده يا بيه. أنا عايز أصلح غلطتي. سامحني يا بيه، هديك ال 15,000 وتديني الوصل عشان أعيش. لا، الوصل ده هيفضل معايا علشان أسجنك وقت ما أنا عايز. حرام عليك يا بيه، السيدة في ظهرك سامحني. يا بيه أنا عايز أعيش يا بيه. أنا هتعمل عقلك بعقلي يا بيه؟ ده أنت بيه وأني جنايني. ما يغركش الهدوم دي يا بيه، الهدوم دي كده كده على الموضة، كده كده ما تفرقش معاك. وكده كده المحضر اللي عمله خالك. كنت بهرق معاك يا لطفي بيه، كنت بهزر. انت صدقت وحضرتك اسال في نقطه صيانه مركز اجد اهليه، هيقول لك مفيش حاجه من دي في الاصل. وبعدين يا بيه السنين بعادت المواضيع وانت بعت العزب الرؤوف بيه، يعني المسائل تاهت. يعني كده كده انت بقيت كسيب. كده كده الحمد لله، وكده كده اعوذ بالله من القر والعين. يوم ما افكر اخد منك مش هاخد ال 15,000، هاخد 30,000. الفلوس بتزيد، بتشغلهم وبتكسب. يا لطفي بيه السيدة في ظهرك ما تقسى عليا، داني غلبان، خدني بالناعم. داني عملت 30,000 جنيه بطلوع الروح. حرام عليك، هديك نصهم 15,000. سامح يا لطفي بيه، سامح يا اهل السماح والرضا. 15,000 حلوين يفكوا زنقي. طيب علشان خاطر عم صالح الله يرحمه. الله يكرمك يا بيه، طول عمرك اصيل وكريم يا لطفي بيه. تشكر. الفلوس سلمني اسلمك. الفلوس لما وزدتهم للسكرتير بتاعك فقري بيه. صبري افندم. يا لطفي فلوس الاخ بسولبور معاك؟ ايوه يا فندم. عدهم كويس. عديتهم يا فندم. 15,000 جنيه. اتفضل.
كده كده رح اطلع كده كده مصارينك. اخرس خرصة لما تخرم طبلة ودنك يا تاجر نص عمر يا واقع من المناقصة مشطوب من سجل الموردين يا ممنوع من التداول. لا ده انت زودتها قوي. امشي اطلع بره. بره ده البر قال ما نسيت اعرفك بنفسي انا ابقى خالد صابر يا الدلعادي. عايز ايه؟ انت بتخدعني يا صبري بتغشني. ده فعلك كام يا كبد امك يا صبري؟ عامل مؤامره عليا انت والواد ده. شش اسكت تحت امرك يا سم البيت. متشكر يا صبري. اخرج وتربس الباب من بره. حاضر يا فندم. الغاغه اللي انت عاملها على الميسه دي. ما تضحك اضحك يا لطفي عايز اشوفك بتضحك. انت طلعت لي منين؟ مش مهم طلعت لك منين، المهم دلوقتي تطلع لي فلوسي. انا ليا عندك 400,000 جنيه يا لطفي. ايه؟ اول لما يفك الحمسي يدرك قال ايه؟ ايه؟ قال 400,000 جنيه وصور شيكاتك اهي بص فيه. انا ما كتبتلكش اي شيك. كاتبها لحامله واني حامله يا الدلعادي. كده كده هداف كده كده على السجن. انت عارف كويس قوي يا لطفي انك ظلمتني وواثق ومتاكد جواك ان اللي سرقك شريف ابنك. اخرس انا ما اسمحلكش تنتهك حرمه ابني. حرم عليك بدنك. انت رعيت حرمه اللي عايشين عشان تراعي حرمه ابنك شريف اللي سرقك يا لطفي؟ لا كذاب يا لطفي بيك كذاب. انا اقول الحق ولو على رقبتي. بقالك 12 سنة بتشتغل عندي وبتذهب جاي دلوقتي تعمل لي حقاني؟ نزل ايدك تحت امرك يا سم البيت. اقعد انفخ في ايديك بره هنضربه بعد شوي. هي عندك يا لطفي باه 400,000 جنيه وتلات شلاليت وقفه. تحب تاخد التلات شلاليت الاول وبعدين تحل بالقفا؟ جميل زنهار على قفاك. ما تنحليشي. بره بره. كده كده لو بره كده كده رح ابلغ. لو اذيتني بالشيكات اللي معاك هقتلك. ما تقدرش يا لطفي. ما تهددنيش. مش انا اللي اتهدد. اللي يقف ضدي انسفه. هاني ضدك يا لطفي. هاني ضدك زي ما وقفت ضدي. هاني مستني نهايتك من زمان. هاني واقف قدامك اهو. انسفني لو تقدر. دراعك ودراع ونشوف مين فينا نلاقوه. ما عاد صار في الشيكات الاسبوع الجاي زي النهارده يوم التلات. السبت فات والحد فات وبعد بكره يوم التلات جاي. كده 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 هو كده كده صعبت علي كده كده رقيت. انت عارف قلبي رهايف وعطاء. عارف اني عطاء قد ايه يا لطفي. بقولك ايه، تاخد شيك من اللي معاي؟ تاخد لك شيك يا لطفي. اسمع يا جدع، انت استهزاء مش عايز. انا اتسجن بس بكرامتي. حلوة حلوة يا لطفي. ما انت بتعرف تهرق اهو. سيزا انا ما بستهزقش بيك، انا بتكلم جد ما بهرقش. اختار لك شيك. اختار يا لطفي شيك، وقصاد الشيك ده الفلوس اللي في جيبك. طلع الفلوس اللي في جيبك يا لطفي قصاد شيك من دول تختاره. نلعب لعبة، نلعب نتسلى يا لطفي. لعبة يمكن تكسب منها زي ما كسبت قبل كده. ما انت كنت بتكسب من الهوى، ما بتتعبش ما بتعرقش. يلا نجرب، يلا نلعب. يلا يا لطفي طلع الفلوس اللي في جيبك. ما تخافش طلع. بالكام؟ 71 جنيه. ماشي
71 جنيه قصاد شيك من دول. اختار يا لطفي عشان نلعب اللعبة. اختار من بعيد. شاور الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ $200,000 يا لطفي. اخترت أكبر شيك. ماشي، هادي الشيك وفلوسك، نلعب لعبتنا. امسك الولاعة دي ولع بيها 10 مرات. لو ولعت معاك ال10 مرات ولعتلي في الآخر السيجار، تاخد الشيك وفلوسك. انت بتهزر؟ ولو ما ولعتش مرة؟ أنا كلمتي عرض، ما رجعش فيها أبدا. بشرف يا لطفي، الولاعة ولعت معاك 10 مرات، هتاخد الشيك ب$200,000 وفلوسك. لو مرة ما ولعتش، هاخد الشيك وفلوسك. امسك يا لطفي، العب العب، يكسب فلوس، طلع فلوس من الهوى بتيجي معاك. امسك. خفت يا لطفي؟ لا يا حدق، حولع بولعتي. ماشي، يبدأ يا لطفي، يبدأ يا لطفي بيه يا رجل الأعمال يا كبير. واحد، اثنين، ثلاثة، ستة، سبعة، تصبح على خير يا لطفي بيه. لا ايه، لسه واحدة هتخسرها يا لطفي، هتخسر. لا هكسب. كمل يا لطفي بيه. جنيه ده علشان تروح بيه، ما تشحتفش في الشوارع يا لطفي. جاي
نفسك تاني يا لطفي بيه. ان شاء الله ان شاء الله حبنلهم حبنلهم. لاخر مره بقولها لك يا بابا، دي ابشع جريمه ممكن يعملها بني ادم. ارجوك خليهم يرجعوا علشان خاطر، والا هتخسرني للابد. الفيلا مش هتتباع، خروجهم هيفيدك في ايه؟ مش هيعمل لك حاجه، لاني مش هبيع حقك براس امي. مش هبيع. هتبيعي غصب عنك. هتبيعي. مش هبيع حتى لو قتلتني. هتكسبي ملايين. لو مالتني الارض كلها فلوس مش هبيع، والمسلمين دول لازم يرجعوا. لطفي بيه، يعني وراك الزمن طويل، ندور وشك ليه؟ ما تبص لهم، بص للناس اللي طردتهم وعايز تقتلهم. بص لهم يا بيه يا رجل الاعمال يا كبير، بص لهم يا بيه يا تاه يا ملمع. ظلمت مين ولا مين؟ دست على مين؟ مصيت دم مين ولا مين؟ يا ترى بنتك عارفه مين اللي سرق خزنتك يا لطفي؟ شريف اخوك هو اللي سرقها مش هني. بتقول ايه يا سنبل؟ ايوه، شريف اخوكي هو اللي سرق مش هني. انت عايز مني ايه؟ طلعتني منين؟ ها؟ ومتفرعن على ايه؟ علشان مليون طز. المليون ده انا عملته في 6 اشهر. ايوه، ولكن انا عملته في سنين. ولا 100 سنة. علشان توصل للمليون ده في سكك تانية انت ما تعرفهاش. ايوه، انت اللي تعرفها يا لطفي. السكك التانية، وعندك كل واحد معاه فلوس في نظرك حرامي، مش كده؟ كفاية كفاية يا سنبل. اهرس، ما تهدش صورتي قدامها. ما تصدقهوش، انا لميت القرش على القرش، انا نمت على الرصيف وشقيت وتعبت وعرقت، وفي الاخر ولا حاجة. اكتشفت انه الكبير هو اللي بيبلع الصغير، وكان لازم الاقي طريق عشان انا ابقى كبير، وفي الاخر انا اللي بلعت اللي اصغر مني. معقولة يا بابا؟ معقولة ده منطق تتكلم بيه؟ لطفي بيه، مستني ايه؟ اتفضل من غير ما ترد. يعني حجزت على نصيبك في الفيلا، وخدت تنبيه من المحكمة بنزع الملكية. ما تنساش شيكاتك اللي معايا يا لطفي بيه. اتفضل من غير ما ترد. عملت. يلا اتكل على الله. الفيلا مش هتتهد يا لطفي، الفيلا مش هتتهد. بقينا شركة في الفيلا يا ست نسمة. يبقى نرجع المسلمين الفيلا. طبعا. أنا مش عارفة أقول لك يا سمر، فعلا انسان عظيم. اي كلام ممكن اقوله لك مش هيساوي. خلاص يلا داخل المسنين. Thank you.
زيك يا ابن عمتي. صبحي صبحي يا بنت خالي، كنت فين؟ وحشتيني وحشتيني يا صبحي، وحشتيني. كنت فين يا بنت؟ دورت عليك كتير، وحشتيني. عرفت الطريق ازاي؟ مبروك عليك الشغل الجديد والقصر اللي انت عايش فيه. ايوه يا ابن شحاته مرزوق. ايوه يا بنت، ربنا فتحها علي بعد عذاب وشقي. ربنا عوضني وعوض تعبي وشقاي. اشتغلت وشغل كبير قوي يا بنت. لا وعديت المليون. يخرب مطانك يخرب ضحكتك. فينك يا صبحه؟ نورت عليك كتير، عرفت الطريق ازاي؟ وحشتيني وحشتيني كتير. لسه فاكر صبحه؟ ايه يا بنت؟ يخرب مطانك، اتخربشت في نفوخك ولا ايه؟ فاكرك ده ايه؟ معقوله انساكي؟ ما تنسانيش ليه؟ ما انت عشت في قصر، اتغيرت، اكل الحرام مشي في دمك وسود وشك. هاني يا بنت خالي اخرس. خالك وبيته واهل الصنيطة كلاتهم متبرنين منك ومن سيرتك، كلاتهم حارفين ياخدوا بطاري منك، وانا اللي منعاهم منعاهم لاجل ما اشوف موتك بعيني. لا ما تظلمنيش يا صاحبي. انت طبخ الظلم وسالتهولي. ليه مش عايزه تشيلي الغمامه من على عناكي؟ ليه صدقتيهم هم؟ ايه ما تصدقنيش؟ اني دورت عليك يا صبحي. عايز تسرق مني ايه تاني؟ اسرق ايه؟ اني دورت عليكي، دورت عليكي علشان اديكي. حصلت يا صبحي. مدي ايدك بالسكينة وانا بمدي ايدي بحقك. الورقة دي من البنك، تاريخها من سنتين، حطت لي 50,000 جنيه في البنك باسمي. اقريها يا صاحبي، اقريها، ولا الانتقام خلاكي تنسي القرايه والكتابه يا بنت خالي. اقري. كان اول مره اخش فيها بنك، كنت خايف للفلوس تضيع مني، كنت بغامر وبجازف، كنت خايف ما اديكيش حقك. لكن دول اكتر من فلوس اويا بكتير. اديتك من مكسبي وعرقي وشقاي. الفلوس دي منين؟ صبحة بالحلال. مفيش انسان بيدور على الحق ويبقى مش شريف. تعبت؟ اتشويت يا صاحبي. هاتي ايدك، حسي طول الجرح وفتحته. جبتي كليتي خدوها مني. خدت ايه؟ خسرت حبه. يمين كنت عايز حب. جاتلك الفلوس بالحلال. سرعتش؟ كانت ايدي تتقطع وتنزع الكليه اللي فضلالي من جسمي. ما ظلمتش حد. ما كانش فاضل لي نفس عشان حد يظلمني تاني، حتى انتي. كسرتش قلب حد؟ لا. دوستيش برجلك على حد؟ لا. سمول قريبي دم اللي بيجري في عروقي. وضعيتي اللي مدت عليه.
بخاف عليك. أنا كنت خايف عليك يا صاحبي، كنت خايف. نزلتي مصر ليه؟ ده نزلتي بدالك، كنت هتستحملي ازاي؟ نزلتي مصر ليه؟ خفت عليكي. من يوم ما شوفتك خفت اديك الفلوس لتتغيري. وانت؟ خفت عليكي، خفت لاشوفك في يوم لابسه ميكروجيب ولا حتى ماسخره في عينيكي. انت اتغيرت؟ لا. ريحتك على بيتك ليه؟ ريحتها لسه على جلدي. ارجعي البلد يا صبحي، ارجعي البلد. وانت؟ هشتغل هنا وهناك. هتعملي بالفلوس ايه؟ يوقي تتجوزي. هشتري ارض وهني هزرعها لك.